Cancer cervix, the best line of treatment is radio. Cancer endometrium, the best line of treatment is surgery. Choriocarcinoma can chemo. مين اللي بياخد التلاته؟ Ovarian tumor. نيجي للدفينيشن. كنا قلنا definition لأي cancer it is a malignant in change or epithelium covering كذا. يعني cancer cervix malignant change or epithelium covering cervix, cancer endometrium, cancer ovary. نيجي بقى للinstance. كنا قلنا the first common is endometrium, second cervix, third ovary. النهاردة هنجمع مصايبه بموت من intestinal obstruction اللي هو آخر جدول تحت اللي هي complications. دي أهم سبب لموت العيانة في cancer ovary. الحاجة التانية كنا قلنا الكانسر فالفا رابع واحدة وكان نسبتها 8%. نيجي بقى على الايتيولوجي ريسك فاكتور. انا اما يجي لي سؤال ايتيولوجي في الامتحان بقسمه حاجتين، ايه هما؟ ريسك فاكتور وبري كانسرز. ايه بقى الريسك فاكتور؟ كومنست ريسك فاكتور في كانسر سيرفيس افكرك هيومن بابيلوما فايروس رقم 16 18 31 33 45. وكنا قلنا اتش اس في تايب 2 اللي هو جينيتال برضه طلعت ونزلت اهم ريسك فاكتور از هيومن بابيلوما فايروس رقم 16 18 31 33 45. طيب كومنست ريسك فاكتور في كانسر اندوميتريوم الحرف الاي استروجين برولونجد ان اوبوزد استروجين، ولازم جمله ما ينفعش اقول ايه استروجين بس. ايه الحالات اللي في المنهج فيها برولونجد ان اوبوزد استروجين؟ اتنين بحرف السي، واحده دي، اتنين بحرف الاي. اول واحده كرونيك انوفيليشن اللي هو مين؟ سؤال بيتسال في الكانسر اندوميتريوم بيجي فوق سن ال 60 ما عدا امتى يجي في الصغيرين؟ بي سي او حاجه اسمها لينش 2 سيندروم اللي هو كولوريكتال كارسينوما. كرونيك ليفر ديزيز عشان ما بيتكسرش. ديليد مينيبوز، واحده عدى سن المينيبوز واكتر من 52 سنه فبيقول لك ان الديليد مينيبوز ده هي فاكره انها شابه. طبعا اخر كام سايكل انوفلر فبيطلع هرمون اسمه استروجين. اي ار تي وزود بروجستيرون وده غلطه، او اوفاليان تيومر بيطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. الحاجات دي كلها تعمل prolonged unopposed استروجين. نرجع commonest risk factor في كانسر اوفر مصايبه بقى ايج، واحنا قلنا الايج بتاعه فوق سن اي ايج اني ايج، وده حاجه مشكله مش عارف احدد الايج اللي انا اقدر اعمل فيه detection of cancer اوفر. والفاميلي هيستوري از ايه؟ common اللي هو بيركا 1 وبيركا 2 ايه؟ deficiency. طلع الفاميلي هيستوري بيورث بيه ثلاث طرق، ايه هما؟ بيورث بثلاث طرق. اول طريقه كان في الاوفري، اتنقل في الاوفري، اتنقل في الاوفري، دي اسمها سايت سبيسيفيك. تاني طريقه بيبدل مع الكانسر ايه؟ بريست، عشان الاثنين لهم علاقه بهرمون اسمه استروجين. اخر واحده بيبدل في اي مكان فدي بيسموها كانسر فاميلي سيندروم. مين الكومنست من الثلاثه قلنا؟ بريست اوفريان كانسر سيندروم. طبعا فاميلي هيستو دي هتحلها ايه؟ جوناديكتومي. يبقى كده ثلاث مصايب للكانسر اوفري. اول مصيبه بيموت من انتستاينال اوبستراكشن. تاني مصيبه الكومنست ريسك فاكتور از ايج ان ايج. فاميلي هيستوري از كومن وعلاجها كلمه جوناديكتومي. مصيبه رقم اربعه نو بري كانسرس ليجن. تعالى بقى نشوف البري كانسرس ليجن لما تيجي تحليل. كانسر سيرفيكس لما بيجي لك تحليل بيجي لك بطريقتين، لا اما يقول لك بري انفيزيف لا اما يقول لك بري كانسرس. في فرق. اول ما يقول لك بري كانسرس يبقى موضوعين سي اي ان وهيومن بابيلوما فايروس. اما يقول لك بري انفيزيف سي اي ان فقط يبقى ما يقول لي بري انفيزيف كانسر سيرفكس باخد سي اي ان فقط لسه ما خرمش البيزمنت نمبرين. امال اذا قال لي بري كانسرس هختار مين ومين؟ في خليه شهيره جدا في الانفكشن اسمها كويلوسايت اللي فاكرها، عباره عن خليه فيها ديبلي ريجولار ستيند نيوكلياس with vacuolated cytoplasm اسمها كويلوسايتوزس. دي باثوجنومونيك لمين؟ هيومن بابيلوما فايروس. يبقى ما تنساش هنا ان تو بري كانسرس ليجن انتوا ان شاء الله هتنسوا ده اللي هو مين؟ الانفكشن هيومن بابيلوما فايروس. امال كانسر اندوميتريال اندوميتريال هايبربليزيا اهي نحاول نفتكرهم كانوا ثلاث انواع. اول نوع ان الجلاند زادت والاستروما زادت، دي بيسموها ايه؟ سمبل. ليه بيسموها سمبل؟ على اساس انها مش زحمه. امال اذا الجلاند بس زادت يبقى ايه؟ يبقى كومبلكس عشان زحمه. هنا حاجات كبيره وحاجات صغيره فراحوا مسمينها سيستيك عشان فيها سيستيك دايليتيشن. دي جلاند فقط فسموها ادينوميتاس.
تحت الميكروسكوب بتوع الهيستولوجي شايفين خروم كبيره وصغيره زي الجبنه السويس اللي بيسموها سويس تشيز ابييرنس دي باك تو باك ارينجمنت. مين فيهم تقلب مالجنت؟ الاثنين دي تقلب 1% دي تقلب 3%. طيب في نوع بقى جديد اسمه اتيبيكال. يعني كلمه اتيبيا في الباثولوجي؟ اتيبيا يعني مالجنت تشينج. يقول لك اتيبيكال سيمبل اتيبيكال كومبلكس. الاتيبيكال سيمبل بتقلب كام في الميه؟ 8. امال اتيبيكال كومبلكس 29%. ففي سؤال مين فيهم عمل لها هيستيركتومي؟ اتيبيكال كومبلكس مين فيها اديها هرمون اسمه بروجستيرون؟ الباقي اللي هي سيمبل وزاوت اتيبيا كومبلكس وزاوت اتيبيا واتيبيكال سيمبل. ده بالنسبه للهايبر بليز قلنا ده تحريري كده. يبقى احنا قارنا بين الاثنين دول. اهم ريسك فاكتور هنا از هيومن بابيلوما فايروس رقم 16 18 31 33 45. كوفالنس ريسك فاكتور هنا جمله ها برولونجد ان اوبوز استروجين. اذا جالي بري كانسرز اشرح دول، بري انفيزيف اشرح مين؟ سي اي فقط. هنا هايبر بليز اللي بتتشرح. نيجي بقى على ماكروسكوبيك بيكتشر، دي فيها سؤال شفوي في الكانسر سيرفيس اهو. كنا قلنا اندو سيرفايكال كارسينوما واكتو سيرفايكال كارسينوما. الاكتو سيرفايكال كارسينوما في ثلاث انواع ونسبتها اعلى ليه؟ لايبل للسيكشوال تروما. قال لك اول نوع بدلدل كده كل فلاور اسمه اكزو فيتو. واحد داخل لجوه القرحه يبقى اندو فيتو. اخر نوع يتحس ما يتشافش اللي هو اسمه ايه؟ نودولر. وقلنا ان النودولر ده صعب اكتشافه عشان كده اخطر نوع من الثلاثه از امال اندو سيرفايكال كان بيعمل ديفرنشال ديجنوز خدناه اللي هو مين؟ بارل شيب سيرفكس وكان نسبته كام في المية؟ 20%. نيجي بقى سؤال حلو قوي. اكتو بتطلع سكويموس اندو بيطلع ادينو عشان جلاند. تفتكر النسب 80 20 كان حق ده يبقى 80 ايه؟ راح سأله السؤال اشمعنى ده اكتر من 80% مع انه طالع من الاكتو؟ اشمعنى ده 15% مع انه طالع من اندو كان حقه 20؟ هتقول له ان الادينو ساعات يطلع من الاكتو والسكويموس ساعات تطلع من الاندو. امتى كولومنر تتحول الى سكويموس؟ سكويموس ميتابليزي العكس. امتى ادينو تطلع من اكتو وقع الابيثيليوم يبقى ايه؟ سيرفايكال ايروجن. وده سؤال شفوي. يبقى اذا حصل سيرفايكال ايروجن يحول الادينو كارسينوما من اللي عايز يزود معلومه غير السيرفايكال ايروجن جارتنر سيست. الجارتنر سيست بتبقى فين؟ موجوده في سيرفكس في الاكتو سيرفكس قريبه منه. يعني يوم ما تقلب هتقلب ايه؟ ادينو مع انها على الاكتو ولا لا؟ يبقى حاجتين ممكن يقلبوا الادينو كارسينوما من الاكتو سيرفكس اللي هي مين؟ جارتنر سيست وسيرفايكال ايه؟ ايروجن اللي هو اسمه الثاني اكتوبي. جينا بعد كده على كانسر اندوميتريوم. كان سؤال شافوي تحب تموتي من كانسر سيرفكس ولا اندوميتريوم؟ افكرك كنا قلنا كانسر اندوميتريوم. ليه بقى؟ اولا بيجي فوق سن ال 60 كانسر سيرفكس بيجي في الاربعينيات. ده بريزنت بوست مينوبوزال بليدنج بتيجي في العياده ايه؟ بدري. امال الثانيه بتيجي كونتاكت بتقعد تطنش. اخر حاجه بقى طلع ان في نوعين من الكانسر اندوميتريوم. نوع مدلدل كده عمري ما شفته اسمه لوكالايز. نوع واخد كل اليوتراين كافيتي اسمه ايه؟ ديفيوز. حلاوه الكانسر اندوميتريوم يمشي على السيرفس الاول فبيسموه سيرفس رايدر. يخلص كل الاندوميتريوم بعد كده يخرج. يبقى البروجنوز ايه؟ كويس جدا. يبقى انا متوقع ما يخرجش الرول غير بعد ما يخلص كل. يبقى ثلاث اسباب ليه كانسر اندوميتريوم احلى. رقم واحد بيجي فوق سن ال 60 يعني بول كبير احلى. رقم اثنين بيجي بوست مينيبوزال بليدنج. رقم ثلاثه سيرفس ايه؟ رايت. جينا للمايكروسكوبيك بيكتشر قلنا تحريري وشفوي. ايه انواع الكانسر اندوميتريوم؟ بالمخ كده اندوميتريوم كولومنر يوم ما يقلب يقلب ايه؟ ادينو كارسينوم جلاند. طلع ان الكومن ستايب از ادينو كارسينوم. طب نفترض ان كولومنر تحولت لسكويموس اسمها سكويموس ميتابليزي وطلع فيها كانسر يسموه ايه؟ سكويموس سيل كارسينوم. وده فيري رير لان انا منتظر انه يتحول الاول عشان يقلب كانسر. امال النوع الثالث قصه كده قسمنا اليوترس جزئين جزء تحول الى ادينو كارسينوما جزء تحول الى سكويموس سيلز. اذا فضلت السكويموس سيلز بيناين هيبقى اسمه ادينو اكانثوما. كلمه اكانثوما يعني زياده في العدد. فقال لك ده البيست بروجنوز ده احلى واحد. ليه؟ لانه في بي 9 اليمنت. امال اذا قلبت السكويموس مالجننت اللي هي الخلايا اسمها ادينو سكويموس كارسينوما وده الاخطر. يعني مسألك الكومنز تختار ادينو الفيري رير سكويموس البيست ادينو اكانثوما الورست.
الادينوسكويموس كارسينوما. ما تنساش بقى ان في انواع هتطلع لي من الادينوكارسينوما بالرسمه دي اهي. كنا قلنا المولاريا الضغط بتدي ايه في الامبريولوجي؟ تدي فالوبيان تيوب يوترس سيرفس، اربع تخماس او ثلاث ارباع بتوع الفاجينا، امال الربع تحتل منين؟ من اليوروجينيتال ساينز. قلنا كلهم ليهم نفس الاورجن وبيفرزوا حاجات. يعني الفالوبيان تيوب بتفرز سيرس، اليوترس بيفرز اندوميتريال سكريشن هو الملك، السيرفكس بيفرز ميوسين، الفاجينا هاز نو جلاند. ليه ما بتفرز الترانسوليشن بس؟ قال لك نفترض ان الكانسر الاندوميتريم تحول الى تيوبال ميكوزا، اسميه ايه؟ سيرس ادينوكارسينوما. طب اذا فضل كما هو سيكريتوري ادينوكارسينوما، طب تتحول لسيرفايكال ميكوزا ميوسينس ادينوكارسينوما، طب خلايا فاضيه كلير سيل ادينوكارسينوما. اول واحده واخر واحده هاي ريسك. يعني انا امتى اخد في العلاج؟ هنشوف بعد شويه لينفينود بايوبسي. اذا طلع نوع اسمه ايه؟ سيرس او كلير، عشان ما انساش في الامتحان. اخطر اثنين دول اللي في النص لا، يبقى السيرس هاخد منها لينفينود بايوبسي واديها ريديوثيرابي، الكلير سيل هاخد منها لينفينود بايوبسي واديها ريديوثيرابي. الانواع بعد ما اقلب الصفحه اهو، كنا قلنا الكومنست از ادينو الريست سكويماس البيست، ادينو اكانثوما الورس، ادينو سكويماس كارسينوما. قلنا انواع الادينو كارسينوما اربعه، افتكر تيوب سيرس اندوميتريم سكريتوري سميوسينس، اخر واحده كلير. مين اخطر اثنين لازم اخد منهم بايوبسي؟ السيرس والكلير سيل. جينا بعد كده على السبريد، طلع ان الكومنس كل واحد اختار حاجه. كانسر سيرفكس يعشق لنفاتك، كانسر اندوميتريم سيرفس رادر بيعشق ايه؟ دايركت. كانسر اوبري مصيبه سودا يعشق بريتونيال سبريد، امال كوريو كارسينوما دم بلاد. كل واحد خد حاجه، فراحوا قالوا ان البريتونيال سبريد اللي هو ده اخطر حاجه، ونجمع مصايبه. كان بيموت من انتستاينال اوبستراكشن، بيحصل ات اني ايج. فاميلي هيستوري از كومن وعلاجه جونادكتومي. كنا قلنا نو بري كانسرس ليجن، اهم ميسو سبريد از بريتونيال. اخر معلومه بقى، بيودي انهي ليمف نود؟ ابر جروب اوف بارا اورتيك ليمف نود. نيجي بقى لي اسخف حته اللي ستيجنج وعلاجه، يعني هاخد اذا خلصته هرتاح. كلينيكال ستيجنج كانسر سيرفكس وعلاجه، سيرجيكال ستيجنج كانسر اندوميتريم وعلاجه، سيرجيكال ستيجنج كانسر اوفري وعلاجه. ناخد اول واحد كانسر اندوميتريم اهو، بعد ما نخلصه نحاول نسمعه. كنا قلنا دي رسمه مربعات ومنكبرها. كنا قلنا ستيج زيرو ده كلينيكال، ده بالفحص عنق رحم في ايدي. يقول لك ستيج زيرو اللي هو مين؟ سي اي ان. ستيج 1 مستطيلات ومكبر، ستيج 1 ليميتد تو سيرفكس. قلنا اي كانسر 1 ليميتد تو اورجن. ستيج 2 خد جزء من الفاجينا، خد جزء من بارامين. جزء قد ايه يعني؟ 2 ثيردز. يبقى خد جزء من الفاجينا، خد جزء من بارامين. كنا قلنا 2A فاجينا 2B بارامين. ليه؟ البي اخطر. يبقى الفاجينا تاخد ايه؟ البارامترم ياخد بي 3A. كل الفاجينا 3B ها؟ كل البارامترم. امال 4 بره الجدول خالص. A يورينا بلادر وريكتم، B ديستنت متاس. كنا قلنا ستيج 1 بيتقسم، فكركم حاجه ما تتشافش بالعين المجرده مايكرو انفيزم، امال تتشاف تبقى ماكرو انفيزم. كنا قسمنا ايه تحت الميكروسكوب؟ اي 1 واي 2 وبي برضو بي 1 وبي 2. اي 1 افكرك اقل من 3 ملم ديبث، اقل او يساوي 7 ملم هوريزونتال سبريد. امال 2 اكتر من 3 ل 5 يعني اخر 5، واقل او يساوي 7 ملم هوريزونتال سبريد، يعني هثبت الايه؟ الويتس. نيجي لبي اكتر من 5 واكتر من 7، بس 1 اقل او يساوي 4 سم، 2 اكتر من 4 سم. كنا قسمنا 2A اللي كان فاكر كان غلسه كده 2A 2A1 و2A1 اقل او يساوي 4 سم، A2 اكتر من 4 سم. نحاول نسمعهم كده. نرجع للستيجنج اهو. كنا قلنا ستيج 1 ليميتد تو سيرف، ستيج 2 خد جزء من الباراميترم، خد جزء من الفاجينا، 3 خد كل الباراميترم، خد كل الفاجينا، 4 يورينا بلادر وديستنت ايه؟ نتاس. 1 مايكرو انفيزيف ايه؟ ماكرو انفيزيف بي. اي 1 حاول تفتكر اقل من 3 ملم ديبس، اقل او يساوي 7 ملم هوريزونتال سبريد. 2 اكتر من 3 ل 5 ملم ديبس، اقل او يساوي 7 ملم هوريزونتال سبريد. بي
1 اقل او يساوي 4 سم، 2 اكتر من 4 سم. السؤال رينال فيلير اني ستيج 3 بي اللي هو خدني ليه ما جبت سيره اليوترس هنا؟ ده كلينيكال ستيجنج. امال احنا اليوترس ايه هناخده؟ سيرش لازم اشقه. نيجي بقى للعلاج على الرسمه. كنا قلنا من اول ستيج معين بدي كيمو راديشن 2 بي، يعني اول ما يوصل البارامتر ما ينفعش عمليه، يبقى 2 بي ما ينفعش. مين النوع اللي هنا اللي انا مش هعمل فيه فيفر تايم؟ اللي هو A1. ليه؟ ما فيهوش لينفنود افكشن. يبقى انا خدت كده A1 ما فيهوش لينفنود افكشن، هعمل تاه بس اللي هي توتال ابدومينال ستيج اذا كان كبيره، اذا كان الصغيره هعمل كونايزيشن هشوفها دلوقتي. امال A2 فيفر تايم اللي هي راتيكال اشيل لينفنود. امال 2A برضه فيفر تايم. الوحيده من اول 2 بي لغايه الاخر كيمو ايه؟ راديشن. نبص كده على العلاج. اذا انا حطيت القوانين اعرف اخلص التريتمنت اهو. سي اي ان كنا قلنا السي اي ان دايما اتنسي في العلاج اللي هو ستيج زيرو. كان في نوعين لو جريد وهاي جريد. كنا قلنا اللو جريد اللي هو السي اي ان ايه؟ 1 ده خد اللور 1/3 اوف ابيثيليوم. امال 2 خد اللور هاف. امال 3 خد كل الابيثيليوم. قالوا 1 انا مش مستعجل لان قدامي كام سنه عشان يقلب انفيزيبل؟ 10. فانا هدي كونزرفاتيف اعالج الهيومن بابيلوما فايروس. طب نفترض بيرزيستنت ادمره اسمها ابليش، كام في المية بيقلبه هاي جريد؟ 15. اذا قلب هاي جريد لازم اشيله بحاجه من ثلاثه، لا كون لا ليب اللي هو اللوب اللي هو الحراره، لا اما اعمل تاه. امتى اعمل تاه؟ اذا كان عمرها ايه؟ كبير. اوعى تنسى الفولو اب دايما، اي بعد اي تريتمنت اول ما يجي لك لازم اعمل فولو اب اسمير لمده 10 سنين سنويا. يبقى ده اللي هو ستيج زيرو. امال ستيج 1 الخريطه من اول كام راديو وكيمو؟ اسمه كونكرنت كيمو راديو ثيرابي. من اول 2 بي و3 و4 كلهم، بس 4 بالياتيف كده كده هتموت. نيجي بقى A1. كنا قلنا A1 ده اللي هو ما فيش لينفنود افكشن، اللي هو اقل من 3 ملم او اقل او يساوي 7 ملم هورزونتال سبريد. علاجه صغيره كولايزيشن عجوزه تا بلس اور ماينس بيسو، يعني ممكن اشيل الاوفرز وممكن ايه؟ لا على حسب سنها. امال A2 فير تايم، امال B فير تايم، امال 2A فير تايم. يبقى انا فير تايم دي اللي بعمل راديكال عشان هشيل فيها الانفرود. واوعى تنسى برضه حد يكون كرنت. ايه الدواء الوحيد اللي ممكن احطه في الثلاثه كانسرز؟ سيس بلاتين. يعني ممكن احط هنا وكانسر اندوميتريوم وكانسر اوفري. طلع ان بيزود الكيور ريت كام في الميه هنا؟ 10%. من كلامي الراديو ثيرابي ابليكابل تو اول ستيجز، يعني عيان انفيت هديها ايه؟ راديو. بس من اول 3 ما ينفعش سيرجري. يبقى البيست لاين اوف تريتمنت از راديو ثيرابي. نيجي الكانسر اندوميتريوم، انا قلت في الاخر براجع ده كله في 10 دقائق. كانسر اندوميتريوم سيرجيكال كان فيه وعملوه، انما في زيرو بقى من اول هنا. ستيج 1 ليميتد تو يوترس اللي هو الترام بودي انزل اسهم. ستيج 2 راح لمين؟ سيرفكس. ستيج 3 كلمه ساب، ساب اليوترس والسيرفكس بس ما خرجش بره التروبانز. امال 4 اي وبي ثابتين، ها يوران بلادر وريكتام وبي ديستنت ميتاس. قلنا ستيج 1 بيتقسم اثنين، همسك الرحم في اوضه العمليات واشقه. اذا لقيته ما خرمش الميوميتريم او خرم اقل من نص الميوميتريم يبقى ده مين؟ 1A. طب اذا خرم نص او اكتر يبقى 1B. ايه علاقتها بكده؟ قال لك اذا خرم اكتر من نص الميوميتريم ونصه بيحصل لينفنود افكشن. يبقى انا بشقه في اوضه العمليات واشوف هل هتحتاج راديو؟ هل هاخد لينفنود بايوبسي ولا لا؟ اذا عدت بي هاخد وحد راديو، اذا ما عدتش لا هاخد لينفنود ولا هاخد ولا هعمل راديشن. 2 راح لمين؟ سيرد. راح للجلاند ولا الاستروما؟ لا استروما. ليه؟ لان وانس وصل الجلاند راح على، يبقى 2 ده هو ستيج واحد بس اللي هو بيقول لك وصل الاستروما بتاعت الجلاند. امال 3 غبي. كلمه ساب ايه ساب دي؟ اس. بصيت على الرحم من بره لقيت سيروزال انفولمنت، جيت ببص على الباراميتريم ادنكسل متى؟ قالوا الباراميتريم مش هنا، هنا في البي عشان ما تقعش فيه. يبقى ادنكسا بقى تيوب اوفري اخر حاجه بوست بريتونيال روش. ده لا دمانين لقيتها بوست فور مالجننس، قلت عليها ايه؟ فور ايه؟ راح للفاجينا. قلنا اوعى إيه تنسى البارامترم بي. امال بقى اذا راح للانفلونت سي 1 ده خد مين؟ فيلفيت. سي 2 اخطر يبقى بارا اورد. في الاخر ايه وبي يوران بلاتر وريكتام بي ديستال نتاس.
اوعى تنسوا اندوسيرفايكال جلاند ستيش كام بقى 1 خلاص. يبقى اذا جاب السؤال في الاخر اندوسيرفايكال جلاند افكشن ستيج 1 امال ستروما ستيج ايه تاني؟ يبقى ستيج 1 ليميتد تو بودي نزل على سيرفكس ساب الاثنين بس ما خرجش بره ترو بالز. امال 4 ايه يوريا بلاتو ريكتام بي ديستنت ميتاس 1 ايه اقل او ما وصلش او ما خرمش الايه المايميتر. امال بي خرم نص او اكتر وده علاجه ايه الليمفنود بايوبسي ودي ريديو ثيرابي. امال 2 جينا خد الاستروما. امال 3 كلمه ساب ايه ساب دي اس سيروزا الايجوم ايه ادنيكسال ميتاس ما عدا البارامتر بي بوست بريتونيال ووش فور مالجنسي في الاخر بي فاجينا او باراميتريم اخر واحده لينفرود سي 1 بلفيك سي 2 بارا اورت لينفرود. العلاج ذا بيست لاين اوف تريتمنت از سيرجي خلاص البيست لاين وهقسم كل واحد فيهم جريد 1 و 2 و 3. اخطر ستيج هو مين او اخطر جريد؟ جريد 3. يعني امتى اخد لينفرود بايوبسي تاني اذا كان جريد 3؟ امتى ما اخدش اذا كان جريد 1 او جريد 2؟ طلع ان ستيج 1 ده ليميتد تو بودي يا ريت تبقى فيت فور سيرجن لان هعملها ايه تهبس. ليه بشيل الاوفرز؟ الاوفرز ممكن تكون افكتد من جوه انا ما اعرفش. عشان كده العمليه الستاندرد في كانسر اندوميتريم توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سالبنجو اوفريك. جينا بعد كده امتى تدي ريديو هنشوفه دلوقتي او امتى تاخد لينفنود لسه قايلهم. نوعين اغبياء خدناهم من شويه سيروس وكلير بي او جريد 3 هم الاربع حاجات دول هعمل فيهم لينفنود بايوبس. جينا لي ستيج 2 زي فير تايم ما لسه قايلين اللي هو كانسر مين سيرف. امال 3 و 4 بقى بدي الثلاثي ايه هما سيرجري ريديوثيرابي كيموثيرابي. السيرجري بعمل تهبس الريديوثيرابي بعمل ابرد الابرد اكسترنال بين طالما شلت اليوترس. اخر حاجه حد كيمو برضه الدواء نفسه اللي هو مين سيسبلاتين. ادي العلاج اهو علاج كانسر اندوميتريوم اهو كنا قلنا انفيت ببقى زعلان بديها ايه ريديوثيرابي لانها البيست لاين اوف تريتمنت از ايه ودي ادينو كارسينوما ريزيستنت تو ريديوثيرابي. جيت بعد كده اذا كانت فيت هعمل تهبس بلس لينفنود ايه بايوس في اربع حاجات سيرس كلير جريد 3 او 1 بي امتى ادي ريديو هم او طلعت الليمفنود بوست 4 مالجنس. جينا ل 2 هعمل ايه فير تايم 3 و 4 بعمل راديو ثيرابي كيمو ثيرابي وسيرجري. ما تنساش الكلام ده كله ايه بالياتيف ده مش علاج. انا بعمل في 3 و 4 بالياتيف تريتمنت. عايز ايه؟ هو الليمفنود بس ولا من اول 1 بي؟ يعني لا من اول 1 بي ما اوفر تايم بتشيل فيها انت فاهم؟ يعني هشيل الليمفنود من اول هنا بس هنا ما مش محتاج بقى خلاص العلاج بالياتيف فبديها ايه؟ ده بالنسبه لكانسر اندوميتريوم. نيجي لاجمل كانسر كانسر ايه بقى؟ اوفري اهو جميل سيرجيكال ستيجنج اوف كانسر اوفري. كنا قلنا هنقسمه اربع ستيجز ستيج 1 ليميتد تو اوفري واحد او اثنين ستيج 2 دخل على الحوض احنا قلنا القصه دي ستيج 3 طلع على ابدومين ستيج 4 ديستنت يبقى هم اربعه يبقى ستيج 1 ليميتد تو 1 اور بوث اوفري اور تيوبس اذا استقبلوا. امال 2 راح على الحوض. امال 3 راح ابدومينال سبريد. امال 4 زي ما قلنا ديستنت ايه ميتاس. كانوا بيقسموهم ازاي 3 2 3 2 عشان ما ننساش. يعني 1 بتقسم اي بي سي 2 بتقسم اي وبي 3 بتقسم اي بي سي 4 بتقسم اي واي وبي. نمسك على واحد ستيج 1 فتحت بطن عين عمري ما هشوفها كده لقيت كام اوفر افكتد هو واحد ما معهوش كل ده. يعني كت ميه من حوالين من بطن العيانه لقيتها نيجاتيف 4 مالجنس دلقت ميه وخدتها نيجاتيف سايتولوجي ببص على سطح الاوفر لقيته انتكت يعني مفيش رابتشر كبسول ده اسمه ستيج 1 اي ده علاجه ايه؟ شيله وحافظ على الناحيه الثانيه واعمل لها فولو اب. طيب بي خد كام اوفري؟ 2 اوفرز برضه نيجاتيف. نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اسايتس فور مالجنس نيجاتيف سايتولوجي رابتشر كبسول مفيش. نيجي بقى سي بتقسم 1 و 2 و 3 1 فرقع اثناء العمليه 2 فرقع قبل العمليه اللي هو الكبسول. امال 3 سي بقى لقيت الميه فيها ايه؟ مالجنسي دلقت ميه لقيتها بوزيتيف 4 مالجنس 2 دخل على الحوض يوترس افكتد ده ايه؟ بره اليوترس افكتد. قلنا مين هم اللي بره اليوترس اللي فاكر؟
باراميتريم يورينري بلادر يبقى بي ده اللي فيه باراميتريم او الدكس او يورينري بلادر. 3 كان بطن العيان اللي هو البريتونيال كافيتي والليمف نود اللي هي ريترو بريتونيال ليمف نود زي ما انتم شايفين. ايه ده غبي؟ اذا A1 ليمف نود انتوا اوعى تنساه، A2 بريتونيال، يبقى ما يقول لك A1 خد الليمف نود الاول. الليمف نود افكتد 1i اقل او يساوي 10 مليمتر، 2i يبقى اكتر من 10 مليمتر. امال خد البريتون مايكروسكوبيك صعب اكتشفهم، قلت لنا هنكتشفهم ازاي؟ باخد بايوبسس من ثلاث حتت، ايه هما؟ دوجلاس باوش باراكوليك جاتر صب ده افريميت بريتون وبعته لبتاع مين؟ الباثولوجي. قال لي بوست فور مالجنس يبقى ايه؟ A2 ما تنساش بلس اور ماينس مين؟ لينفونود افكشن. امال بي بقى الاثنين دول ماكروسكوبيك حاجه تتشاف بالعين المجرده، ده اقل او يساوي كام سنتي؟ 2. ده اكتر من كام سنتي؟ 2. اشمعنى 2؟ احنا قلنا اقل من 2 يستجيب للكيمو راديو، اكتر من 2 ما يستجيبش ويستجيب البريفري بس، عشان كده انا بحب يبقى السايز اقل من 2 سنتي. قال لك بلس اور ماينس مين برضو؟ لينفونود بلس اور ماينس لينفونود افكشن. امال ديستانت اذا خد لانج وعمل لها بلورال فيوجن، ولازم اقول بوزيتيف فور مالجنس، يعني هاخد عينه ابعتها تتحلل تطلع بوزيتيف فور مالجنس. امال ليفر بارينكيمي تاس ليفر بتاع امال سوبرفيشال ستيج كام؟ 3. ليه؟ لان هو مغطي البريتون، البريتون مغطي الليفر، يبقى سوبرفيشال ليفر بتاس ستيج 3. نرجعهم كده بسرعه. ستيج 1 ليميتد تو اوفري، 2 راح على بلز، 3 طلع على ابدومين، 4 ديستا، 3 2 3 2. بدون ما نبص كان 1 ايه؟ 1 اوفري ويز نو، بي بوث اوفريز ويز نو، سي 1 فرقه انترا اوبرتيف، 2 بري اوبرتيف، 3 لقيت ميه فيها سيلز مالجنت ولقيت برضه السيتولوجي بوست فور مالجنت. امال 2 كان راح للبلفس، ايه؟ يوترس، بي بره اليوترس اللي هو باراميتر يورينا بلادر. امال بقى 3 كان 3 راح على الابدومين، 3 ايه؟ ليمف نود قلنا A1 اقل او يساوي ايه؟ زي ما قلنا اللي هو سوري 3 ايه؟ A1 اللي هو ليمف نود، A1i اقل او يساوي 10 ملم، 2i اكتر من 10 ملم ملهاش اي قيمه. طيب A2 خد البريتون اللي هو مايكروسكوبيك بلس اور ماينس ليمف نود، امال B ماكروسكوبيك اقل او يساوي 2 سنتي بلس اور ماينس ليمف نود، امال C اكتر من 2 سنتي بلس اور ماينس ليمف نود. امال 4 كان ايه؟ بلورال افيوجن لازم اكمل بوزيتيف فور مالجنسي. امال بي بارينكيميتاس ليفر ميتاس العلاج بتاع الكانسر اوفري كان كل الستيج الثلاثي ايه هما؟ سيرج ثيرابي كيمو ثيرابي ما عدا 1 اي جريد 1. اشمعنى 1 اي اللي هو 1 اوفري ويز نو، جريد 1 يعني ويل ايه؟ ديفرنشال سيرجري اونلي. امال اذا انا قلت لك هل ستيج 4 ليه عمليه؟ قلنا 4 و 3 باليتيف، كنت بعمل عمليه اسمها ديبالكينج، بشيل على قد ما اقدر من بطن عيانه عشان اوصل حجم الورم اقل من كام سنتي؟ 2. علاج كانسر اوفري اهو، تريتمنت اوف كانسر اوفري كان ستيج 1 جريد 1 في ناحيه، بقيته في ناحيه من اول بقيته لغايه الاخر كنت ثلاثي اللي هم ايه؟ سيرج ثيرابي كيمو ثيرابي. نمسك اول واحده ستيج 1 1A جريد 1 هعمل ايه بس؟ عملية إذا كانت صغيرة بشيل ناحية اسمها يونيلاترال سلب وتابع، أتابع بإيه؟ سي إيه 125 وألترا ساوند. أمال إذا كانت عيانة كبيرة أعمل إيه؟ تهبس وراح دماغي. طب نفترض الريست بزود حاجتين أبندكتومي، ليه بشيل الأومنتال؟ أهدي الماليجنسي لأنه بيزود الأجريسنج، ليه بشيل الأبندكس؟ ده الليمفويد تيشو ممكن يحصل له ليمفاتيك سبريد. امال زعلينا بقى انا قربت من البريتون هعمل راديكال اوفريكتومي، ايه هي اللي بتحبها الدكتوره موجه؟ تقول هشيل كمان البريتون كفرنج مين؟ يوتراس وتيوبس والاوفري مع الابندكتومي والاومنتكتومي. امال بقى اذا زاد 3 و4 باليتيف الاثنين خلاص اند ستيج عشان بريتون، فراحوا قالوا هنعمل دي بالكنج اسمها انيشال دي بالك او سايتو ريدكتيف، فضي على قد ما تقدر اوصل حجم الورم اقل من كام سنتي عشان يستجيب لمين ومين؟ ها راديو اند كيمو. امال ايه الانترفال ديبالكنج دي؟ ادي كيمو ثيرابي وادي بعد كده ديبالك. بيعمل ايه كيمو ثيرابي؟ بيقلل حجم الورم وبيقلل الاسايتس. نيجي للعلاج نكمله هنا، عملنا توتال ابدومينال ستيكتوم بلاتا سابنشو فريك وكده خلصت. هنا اومنتكتوم ابندو ما شلتش بريتون، قلب بطنها ايه؟
فوسفرس 32 ودي كيمو ايه؟ ثمن. ايه اهم دواء في الكانسر اوفر في كتاب الاسم؟ تاكسول. خلاص؟ مع ان ممكن اكتب معاه سيس بلاتين كاربو بلاتين، بس اهم دواء اسمه تاكسول. جينا هنا هعمل راديكال اوفريتو، مش محتاج فوسفرس، اعمل ايه؟ اكسترنال اراديشن اللي هو الابرد. وما تنساش هنا برضو كيموثيرابي، اخر واحد برضو اكسترنال وبرضو كيموثيرابي. ان شاء الله هتنسوا ايه؟ فولو اب. ها لما يجي لك تريتمنت في امتحان اوعى تنسى فولو اب. ايه الفولو اب بتاعه؟ نون انفيزيف وي انفيزيف. نون انفيزيف كنت بتابع سي ام 125 والترا ساوند وكلينيكال بيكتشر، اما انفيزيف بعمل سكند لوك ايه؟ لاباروتومي، افتح بطن العيان. اما بيناين اوفيريان تيومر علاجه ايه؟ بيناين اوفيريان تيومر علاجه على حسب اولد ولا يانج. اولد تهبس وخلص يا عم، اللي هي اكتر من 40 سنه. توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاتر وراح دماغي. اما اذا كان بيناين ويانج شوف حجمه، اذا كان واخد كل الاوفري ما خلاص اعمل اوفرياتومي. اما اذا كان سمول بعمل ايه؟ اوفريان سيستكتومي. ليه سيستكتومي؟ ما هو البيناين دايما سيستك، يبقى دايما هعمل اوفريان ايه؟ سيستك. جينا بعد كده على نرجع للاولى الباثولوجي بقيته كومبليكيشن. طلع ان الكومنست كوز اوف ديث في الاس كيو اوف كانسر سيرفيكس از يورينيا. الكومنست كوز اوف ديث ان كانسر اندوميتريوم از بيريتونايتس. كومنست كوز اوف ديث ان كانسر اوفر خدناه ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن. مين فيهم بيجي تحليلي؟ كانسر اوفري كان تي ار اتش اي بي ام، نحاول نفتكرهم اللي هي كومبليكيشن. كان تي تورشن ودي كومنس، ار رابتشر، اتش هامر، امال اي 3 اي 2 بي 1 ام، انكارسريشن انتستينال اوبستراكشن انفكشن، امال 2 بي بريجننسي كومبليكيشن بريشر، ولا تنسى ام. اذا كان بي 9 هكتب مالجننت ترانسفورميشن. اذا كان مالجننت عمل ايه؟ ميتاز. طبعا في الشفوي ببتدي بمين؟ بالام. يعني اقول له مالجننت ترانسفورميشن، امال في التحريري اكتبه عادي واشرح مين بس؟ طوش. نرجع كده ونحاول نفتكره. تي تورش، ار رابش، اتش هامرج، 3 اي انتستينال اوبستراكشن انكارسريشن انفكشن، بي بريشر بريجننسي، ام والله اذا كان بيناين مالجننت. اذا كان مالجننت عمل ايه؟ ميتاس. نيجي بعد كده على كلينيكال بيكتشر. هخلص بقى الدايجنوز بتاع الاثنين كانسرز دولت مع بعض، كانسر ايه وايه؟ اندوميتريوم وسيرفكس. اهم حاجه كنا بنحفظها في الكانسرز بحرف الايه؟ اسيمتوماتيك، بي بليدنج، سي كومبليكيشن كاشكس، دي ديتشارج، اي انلارجمنت تو بي بين اند. هشطب انلارجمنت في الاثنين، يبقى هشطب مين؟ عمر ما كانسر سيرفيس يكبر بطن عيان، عمر ما كانسر اندوميتريوم يكبر لانه انفلتريت راذر ذان انلارج. امال مين اللي يكبر؟ كانسر اوفر. ايه بقى الايرلي سيمتوم اوف كانسر سيرفيس؟ اهو contact. يبقى الـ earliest symptom of cancer cervix، حتى قلنا any contact bleeding consider cancer cervix until prove otherwise. أما cancer endometrium كان نوع الـ bleeding إيه؟ postmenopausal. نقطة زي بحر، brownish vaginal charge consider malignancy until prove otherwise. يبقى برضو إذا جات لي واحدة postmenopausal consider malignancy until prove otherwise. جينا بعد كده على science نفحص general. هنا يوريميا ليه؟ احنا قلنا ثلاث مواضيع في المنهج فيهم يوريميا، اوعى تنساها. كانسر سيرفكس وبرولابس وفيستيو. يوريميا يعني رينال فيلر، عشان الكانسر بيعمل ايه في اليوريتر؟ بريشر راذر ذان انفلتريت، يعني يزق بس عمره ما يخرج، فبيعمل يوريميا. نيجي الابدومينال اكزامينشن كالرسمه اهي. الرسمه ديت قلنا الليفر بحسه احسن الاقي ليفر ايه؟ ميتاس. الكدني رينال انجل خايف من هايدرو نيفروز. سوبرا بيوبيك الاقي الرحم فيه تندر يوترس وسيمتريكال اللي هو مين؟ بايو. وده ديفرنشال دايجنوز اوف سيمتريكال انلارجن يوترس. نفس الرسمه الناحيه الثانيه هنشوفها بس بعد ما اخلص لوكال. كلوكال بقى اهم ساين في اللوكال اكزامينشن كنا بناخده بي في باي مانيوال سبيكولم ساوندنج بي ار. كان في ساين اسمها كلارك ساين. ايه كلارك دي؟ بدخل بالساوند الاقي بشره، الاقي بروفيوس بليدنج. هل ده معناه انه كانسر سيرفكس؟ على فكره ممكن اللي جنبه كانسر اندوميت، يعني نو باثوجنومونيك. طالما دخلت في الكانسر في نيو فاسكولاريزيشن تلاقي نزيف، يبقى كلارك سان نوت سبيسيفيك. نيجي بقى الكانسر اندوميتريوم. كانسر اندوميتريوم بريست، ليه بعمل بريست اكزامينشن؟
استروجين ممكن يجي لها كانسر ايه بريست. ليه بشوفه عندها ضغط اوبيز؟ عشان في سندروم اسمه كوربس كانسر سندروم، بيبقى فيه ضغط اوبيستي وسكر. ابدومينال اكزاميشن نفس الرسمه بس هشرب حاجه، نفس الرسمه بس هشرب مين؟ كدني. ليه؟ لانه بيموت من بريتونايتس قبل ما بيعمل رينال فيل. يعني هقول بالبيت الليفر فور ميتاسيس، بالبيت سوبرا فيوبيك فور بايو ايه ميترا. سؤال بقى شافه جاي في منتهى الاهميه، كانسر اندوميتريوم بيخلي اليوترس عندي ثلاث احتمالات، لا اما نورمال سايز، لا اما سلايتلي سمولر، لا اما انلارجر. يعني عايز اعرف انا عندي ثلاث احتمالات، نورمال دي مالهاش سبب، طب امتى صغير وده الكومنست؟ مش عينه بتبقى فوق سن ال 60 يبقى بيحصل لها ايه؟ اتروفي، يبقى يجي كانسر في بوست من البوزال اتروفي. امال امتى يكبر؟ ده سؤال مهم. احنا قلنا بينفلتريت راذر ذان انلارج، بيكبر في ثلاث حاجات، اذا كان في فايبرويد وده كومنست، إذا كان في بايوميترا كومبليكيشن، إذا كان معاه مصيبة اسمها إيه؟ ساركوما اللي هي بتعشق البلد، يبقى ساركوما بايوميترا وفايبرويد. جينا بعد كده على انفستيجيشنز، هخلصها بالكامل. سؤال تحريري بيجي في كانسر سيرفكس، إيه هو؟ تو سكرين، ده بيجي كتير جدا. السكريننج بتاع الكانسر سيرفكس كان ثلاثة، أستاذ سمير كان بيعمل سمير اللي اسمه سايتولوجي. كان بيجيب قطنه وخشبه وسيبرته 95% الكحول فكسيتور وتو سلايدز. كنا بناخد بالخشبه دي منين؟ من الاكتو. كنا بناخد بالقطنه دي او الفرشه من الاندو وتحط خلايا ويطلع لي نتائج. اذا طلع موجب بنعمل ايه؟ كل باس كان بيكبر كم مره؟ 20 مره. كنت بحط ثلاث قطنات، قطنه سلاين، قطنه شيلر ايودين، قطنه اسيتيك اسيد، واشوف اللون البني ولا الانستيند بيبقى اخطر. الصوره دي الانستين، لان احنا قلنا الشيلر ايودين بيروح للنورمال سيلز. في الاخر باخد اندو سيرفايكال ايه كيرات، اللي هي امتى؟ اذا ما لقيتش ترانسفورميشن زون قدامي. يبقى اذا جالي السؤال بشرح ثلاث حاجات، باب سمير، كولبوسكوب، كلمه ها اندو سيرفايكال كيرات. تعال الكانسر اندوميتريوم، هو هو ادي كانسر اندوميتريوم برضه تحريم. هناك كنت بناخد باب سمير اللي هو سايتولوجي، هنا باخد ايه؟ اندوميتريا ساتولوجي. هناك فاجينا، هناك كان باخد بايوبسي منين؟ من الاندوسيرفكس. هنا بايوبسي منين؟ من اليوترس، من الفندس، وقلنا دي وحشه عشان توميس ليجن. هناك كنت بعمل منظار اسمه كولبوسكوب، هنا بعمل هيستروسكوبي، وده خطر احسن يحصل سبريد اوف ايه؟ مالجنس. نيجي بقى ترانس، ده احسن واحد. يبقى اذا جاب لي بقى في الامتحان ايه اهم حاجه في الكانسر اندوميتريا؟ ترانس فاجينال التراساوند، ده اهم حاجه. ليه؟ اكتر من 5 مللي في عينه بوست مينيبوزال ادياجنوز مين؟ هايبربليزي. اكتر من 10 مللي ادياجنوز كارسينوما. يبقى ما يقول لك ترانس فاجينال الترا ساوند دي ذا بيست. ممكن اعمل كلر دوبلر اشوف فيه ايه، اشوف فيه نيو فاسكولاريزيشن، برضه مش دياجنوستيك. طب اذا كانت عينه ما معهاش فلوس اديها بروجستين ووقفها، حصل نزيف تعالج حدك، ما حصلش يبقى ما فيكيش استروجين. يبقى السته دول هتشرحوا اهمهم ترانس فاجينال الترا ساوند. اذاكرهم ازاي؟ هناك سايتولوجي فاجينال، هنا اندوميتريا، هناك بايوبسي، هنا برضه بايوبسي بس من الفندس، هناك كولبوسكوبي، هنا ايه؟ استروسكوب وايمجنج اللي هم مين؟ الترا ساوند اند دوبلر. جينا بقى الحاجه اللي تخلص، امتى تحلف ان ده كانسر سيرفيس؟ بايوبسي. امتى تحلف انه كانسر؟ دي عمليه اسمها فراكشنال كريتيج. كنا بناخد 7 عينات، ما تنساش هنا بعمل كوم بايوبسي كمان ساعات، يبقى الكوم بايوبسي يعتبر فور ايه؟ كونفرميشن. تو ديتكت السبريد مش مهم، انا عايزه تو بريبير البيشنت. طلع ان الكانسر سيرفكس اهم حاجه، ليه بعمل كيدني فانكشن؟ عشان بيموت من يورين. ليه اهم حاجه في الكانسر ان ميتر بعمل شوجر بلاد شوجر دايابيتس؟ يبقى ما تنساش هنا عشان الكوربس كانسر سيندروم. يبقى اهم ان ما لحقتش اكتب هنا كيدني فانكشن تيست وهنا بلاد ايه؟ شوجر. نيجي بقى للكانسر المصيبه، كانسر اوفري، وعايزين نجاوب سؤال. Data suggestive of malignancy in cancer ovary. Data suggestive of malignancy in cancer ovary. أول حاجة symptoms في الاثنين، هنشوفها كده. ده benign، ده إيه؟ malignant. ال benign جه تحريري وال malignant بيجي تحريري، على فكرة الاثنين. بس هنا زي ما أنت شايف ال benign ماشي على السكيم بحرف الإيه؟ asymptomatic. B bleeding. C كاشيكس. دي ديتشارج. اي انلارجمنت تو بي بين اند. هنا بس هغير الترتيبات، الثلاث حاجات اللي قدامكم بخط مختلف ده
دولت اهم ثلاثة سيمتوم. The common symptom is، وعلى فكرة مش حاجة حلوة لان اكتشافه بيبقى صعب عشان في hidden area. Bleeding ليه حرميه ورا؟ قلنا عشان البليدنج محتاج functioning benign ovarian tumor اللي هي حاجات very rare اللي هو البرينر والثيكوما. عشان كده البليدنج حرميه ورا، مش هكتبه تاني حاجة في الامتحان. كاشيكسيا ازاي benign ويعمل كاشيكسيا؟ قلنا اذا كان حجمه ايه؟ هيوج ودليت ارمي. ديسشارج برضو لازم functioning وبرضو rare. مين هتطلع تاني واحدة في الامتحان؟ اللارج مي بي ذا فيرست بريزنتيشن. نجمع مصايبه، كان بيموت من انتستاينال اوبستراكشن، كان بيحصل ات اني ايج، فاميلي هيستوري از كومن، نو بريكانسرس ليجن. اول انفروت يودي لها ابر جروب. الكومن سميثر سبريد از بيريتونيال. اكتر ستيج بشوفه ستيج 4. وما تنساش هنا ان الكومن سيمتوم از اسيمتوماتيك، مش حاجه حلوه، ان اللارج مي بي ذا فيرست ايه بريزنتيشن. جينا بعد كده قلنا بين امتى؟ وانس بين هفكر في مين؟ مالينا اخر حاجه بريشر. وقلنا اهم ايرلي سيمتوم اوف كانسر اوفر اللي هم ايه بقى؟ ديسبيبسيا ديسكمفورت ديستنشن. المصيبه اللي بعديهم بتوديهم دكتور ايه؟ بطنه. كده ما خدنا كانسر سيرفكس الايرلي سيمتوم از كونتاكت، كانسر اندوميتريا من الايرلي سيمتوم از بوست منيبوزال بين، كانسر اوفر مصيبه ها ديسبيبسيا ديسكمفورت اند ديستنشن. جينا لتينا المالينسي داتا سجس اوف مالينس، لازم اكتب دول ايه ايش قلنا ايه اكستريم. الصغيره قوي اشك انه مالين، الكبيره قوي اشك انه بي بتكبر بسرعه اللي هي رابد ايه اللارج، سي كاشيكس ايفن سمول. يعني اذا كان ورم صغير وعامل كاشيكس يبقى غالبا ايه مالين. 3 ديز لسه قايلين ديسبيبس يا ديسكمفورت ديستنش، 3 بيز بين لسه قايلين وانس بين افكر فيه مالينسي و بوست مينيبوزال زي ما اتفقنا بليدنج لان اكيد ميتاستاسيس في العمر ده. اخر حاجه بايركس قلنا المالينسي بيديفايد ويطلع مواد اسمها ايه بايروجينز، تعلي درجه الحراره بسيط. يبقى دولت اللي هم اسمهم ايه مالينت تشينج، نحاول نفتكرهم كده ايه ايج اللي هو اكستريم، بي بتكبر بسرعه اللي هي رابيد جروث، سي كاشيكس ايفن سمول 3 ديز ديسبيبس ديسكمفورت ديستنشن 3 بيز بين بوست مينيبوزال بايركس. كده خلصنا اول جزء سيمتوم، هدخل على ايه بقى ساينز. تعالى بقى نقارن بين الاثنين برضو بي 9 ومالجنا، ادي البي 9 وادي، وهعمل مقارنه مع مين؟ مع الفايبرويد. ان شاء الله لما ناخد الفايبرويد برضو هتلاقي نفس الجدول برضو هنا وهنا. تعالى نشوف البي 9 جنرال ناثينج، مش كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك، يبقى الكومن ساين از ناثينج. العيال امتى تيجي بكاشيكس؟ قلنا اذا كان حجمه ايه كبير. ليه هنا رجليها الاثنين مورمين؟ ليه هنا رجل واحده؟ طلع ان الكانسر اوفر البي 9 بيعمل ايه بريشر، امال المالجنت بيعمل انفلتريشن فبيخليها ايه يونيلاترال لوور ليم ايدي. نيجي بعد كده على الابدومين، عايزين نقارن بين مين ومين؟ بي 9 وفايبرويد. ست فروقات هيظهروا دلوقتي. اول حاجه بفحص العينه باي انسبكشن، الاثنين زي بعض، كانسر اوفر بيجي في النص والفايبرويد في النص، هلاقي سنترال ايه بلج. في البالبيشن كلمه ساكت اس، امشي ايدي على الورم يبقى ايه سيرفس، اي اتاتش متحركه، سي كونسيستنس اشوف سيستيك سوليد، اخر حاجه تي تندرنس. حرف الاس سموث والاثنين سموث ما عدا في حالتين هنا وهنا. امتى الاقيه بوسي هنا في البي 9؟ اذا كان مالتي لوكال اللي هو مين ميوسيس. امتى الاقيه بوسي هنا يعني الريجولار؟ اذا كان مالتيبل انترستيشال فايبرويد. لغايه دلوقتي مفيش فرق، فرق جاي. كانسر اوفري بيبقى او بينان اوفريان تيومر بيتحرك ازاي؟ تخيلوا في الجنب ابسايد ايه داون، امال الفايبرود كانه في النص بيتحرك ايه؟ يبقى ده الفرق الاولاني، ده سايد تو سايد مومنت، ده ابسايد داون. كونسيستنس من اسمه بيناين يبقى غالبا ايه سيستيك، يبقى سيستيك انكونسيستنس. امال ده فيرم كان عضلات يبقى فيرم فايبرويد فيرم. نيجي للبركشن، كنا قلنا اما يبقى الورم في النص وزائد الانتستين على الجناب والانتسم فيها هواء يبقى هلاقي سنترال ايه دالنس بريفرال. طب ما الاثنين زي بعض، سنترال دالنس بريفرال ايه ريزنس. نيجي لاوسكالتيشن، هنا هوس، امال هنا كنت بسمع حاجه اسمها سوفلي او سوف، ده معناه ايه؟ بلاد فلو كتير عشان زياده الفاسكولاريتي. كنا عملنا رسمه اللي كان فاكرها في البيناين اوفريان تيومر والفايبرويد، هنا عملت يوترس واوفري كده عشان اتخيل، هنا عملت يوترس وفايبرويد. بعمل باي مانوال اكزامينشن للعيان، تفتكر مين فيهم سيبريت فروم ذا يوترس من الرسمه؟ ده طبعا. تفتكر مين فيهم بيتحرك مع عنق الرحم؟ ده.
تفتكر اللور بول بتاعتهم مين فيها اللي هتحس ابدومينال بدا الشمال ده؟ يبقى انا عندي هما ثلاث فروقات اللي هما الفرق الاولاني يقول لك اللور بول، اللور بول فيلد هنا ايه؟ لا الكونتينوس والزاريوترس هنا مش موجود هنا الكروس موبيليتي تست في مين؟ في ده ست فروقات بين الفايبرود والبي 9 اوفرنتيو. نكمل سؤالنا بقى، داتا سجستيف اوف ايه؟ مالجنس. كنا قلنا اول حاجه حلايك كشكس ايفن ايه قلت سمول. ليه بفحص البريست هنا؟ عشان الاستروجين كانسر بريست، عشان يكون كانسر اندوميتري او كانسر اوفري. الحاجه الثانيه ليه بشوف الكاوز؟ قلنا الليفت سوبرا كلافيكرال انفلود يوم ما تكبر اعرف ان البار اورتك ايه قفل. ليه يونيلاترال الايديما؟ قلنا عشان بينفلتريت راذر ذان اللارج. نيجي بقى ليه ابدومينال انسبكشن، بلاقي ايديما حاجه اسمها بيودورانج، هشك انه مالجن. اجي افحص الاقيه بقى، احنا قلنا كل ما تزيد البايلاتراتش كل ما يزيد المالجنس. سوليد او هيتروجينس، امال ده كان ايه؟ سيستك. اخر حاجه فيكس ما بيتحركش، كل ده شكك. نيجي بقى نبص على الاسايتس، اذا وجدت ميه مش لازم يبقى مالجنت، ممكن يكون ميج سيندروم. نيجي بقى اللوكال، ليه اهم واحده لوكال ساينس بوس فاتن. اذا لقيت من تحت بي بايلاترال يبقى غالبا ايه؟ مالجنت. او ايديما اوف ذا فالفا غالبا مالجنت. اس سوليد او هيتروجينس، يعني ايه هيتروجينس؟ بارشالي سيستك بارشالي سوليد. امال تي تندر، اخر حاجه نديولز اندولس ايه؟ باور. يبقى دولت اللي هم كلمه بوس فاتن، ادي داتا سجستيف اوف مالجنسي. نحاول نفتكر كده، بوس فاتن بي بايلاترال، او ايديما اوف ذا فالفا، اس سوليد او هيتروجينس، اف فيكس، تي تندرز، ان اهم واحده نديولز ان دولس باور. نيجي للسكريننج، ازاي اعمل سكريننج للكانسر اوفري تحريري؟ ده تبع السؤال. طلع ان انا اول حاجه بفحص العينه، اقول لها زوريني كل سنه مره وليكن يوم عيد ميلادك، وانا بفحصها اشوف هل الاوفري كبر ولا لا، حسيت ولا لا. دي طبعا ليها مشاكل اللي هي البوست مينيبوزل، لان مش لازم يجي في البوست مينيبوزل، مش لازم احسه، عشان كده اكتب عنوان بس في الامتحان انيوال باي مانيوال اكزامينشن. اثنين جولد ستاندرد از ايه؟ الترا ساوند. دي مهمه بقى، ايه الداتا سجستيف اوف مالجنسي ان الترا ساوند؟ ان انا لو انا عملت سونار لقيته باي لاترال، ان انا عملت سونار الاقي هيتروجينس ايكو باترن، يعني حته سيستك وحته ايه؟ الاقي بابيلي، قلنا بتقلب كام في الميه؟ 50. اخر حاجه ميه، دي برضو بتشككك، يبقى الاربعه دول دايجنوست. طب اذا ما ينفعش اعمل ايه؟ لاباروسكوب. يبقى اذا الالترا ساوند ما جابش نتيجه بعمل لاباروسكوب. لا تنسى التيومر ايه؟ ماركر. في الجرم سيل والسكس كوردو الابيثيلا تتكتب. اخر حاجه بقيس بيركا 1 وبيركا 2، امتى اعمل جونادكتومي؟ اذا لقيت الاثنين ايه؟ قليلين، واحده فوق ال 40. نيجي بعد كده على سايتولوجيكال ستادي، اتلغت. عندك وقت اوكي، ما عندكش اكتب عناوين واشرح ده بس. اللي هو الالترا ساوند. نيجي بقى داتا سجستيف اوف مالجنسي ات لاباروتومي. فكركم كنا بنفتح بطن عيانه ونشوف الحاجات دي بالترتيب. بحرف الايه لقيت ميه لازم لونها ايه؟ احمر. ليه؟ لان المالجنسي بينفلتريت بلاد فيسز فبيعمل هيموراجيك ايه؟ اسايد. ايه برضو هتنسوها؟ اديجنز اللي هي فيكسد. يبقى ما الاقيه فيكسد برضو اشك انه ايه؟ مالجنن. ده فاتح بطن عيان. بي باي لاترال، احنا قلنا كل ما انا شايفهم اتنين قدامي. سي كونسيستنسي، قلنا لا ايه لا ايه؟ لا سوليد لا هيتروجينز. دي دوغلاس باوش نديوز. اي اللارج بارا اورتيك لينفنوم. اف فانجيشن ثرو ذا كبسول. جي خراطيم دم جريت فيسل اون ذا سيرفيس. اتش هند، مين هند دي؟ هيموريج انفلتريشن كروس ديجريشن. امال اي انفلتريشن اوف ذا جات اند ليفر. يبقى انا عندي دولت لازم تفتكرهم، خاصه الاف دي بتيجي كتير، اللي هي الايه؟ اللي بيسموها ادهيجنز، دي دايما تتنسي في وسط الايه؟ السكيما دي. نحاول نفتكرهم كده، كان حرف الايه؟ اسايتس لوحه هيموراجيك، ايه الثانيه؟ هتنسوها ان شاء الله، ادهيجنز اللي هي فيكسد. بي باي لاترال. سي كونسيستنسي لا سوليد لا هيتروجينز. دي دوغلاس باوش نديوز. ايه؟ اللارج بار اورتيك لينفرود. اف فانجيشن ثرو ذا كبسول. جي جريت فيسل اون ذا سيرفيس. اتش هند اخر حاجه انفلتريشن للجات اند ليفر. طب عايز احلف لازم اعمل ايه؟ بايوبسي. مين التيومر من الاربعه دول؟ ان لا مش مهم البايوبسي،
كوريوكارسينوما كنا بنقيس حاجه اسمها اتش سي جي. يعني ممكن اخد بايوبسي هنا بايوبسي هنا تو كونفيرم. جينا بعد كده تو ديتكت السبريد او تو بريبير البيشنت. بعمل ايه السبريد؟ جي اي تي. كنا قلنا اشمعنى الجي اي تي في حالات الكانسر اوفري؟ عشان كروكنبرج طلع ان في ابر جي اي تي ولور جي اي تي. ابر هعمل صبغه ومنظار، صبغه ومنظار. احنا قلنا حد صبغه اسمها ايه؟ باريوم. اذا العينه بلعت باريوم ولقيت فيلنج ديفكت اعمل ابر اندوس واخد بايوبسي. طيب اذا لقيت العينه عندها باريوم انيما عملت كده ولقيت في فيلنج ديفكت اعمل حاجه من ثلاثه اللي هما بروكتوسكوبي سيجمويدوسكوبي ان كولونوسكوبي. يبقى ده بالنسبه لي تو سيرتيفاي سبريد. ليه بعمل اي في بي؟ عشان خايف من ايه؟ من الاوفيريان تيومر يكون ضغط على اليوريتر. يبقى ده بالنسبه لي الكانسر اوفر. نيجي بقى ليه كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما كنا قلنا ده بيطلع من التروفوبلاست. كنا عندنا كام خليه من التروفوبلاست؟ اثنين سايتو ان سي سي. اذا طلعت لك بيناين تيومر هناخده اسمه ايه؟ فيزيكولار تيومر. اما اذا طلع مالجنت اسمه كوريو ايه؟ فيقول لك هايلي مالجنت تروفوبلاستيك تيومر ذات بروديوس لارج اماونت اوف اتش سي جي ويتش كان بي ديتكتد ان سيرام اور. اكتر بلد الفلبين اللي عندهم ايه؟ كوريوكارسينوما. قالوا عشان موضوع كروموزومال. ما تنساش انه اسمه جيستيشنال كوريوكارسينوما يعني بيجي بعد ايه؟ حمل. ايه الاربعه ايفنتس اوف بريجنسي اللي ممكن يجي بعديهم الكوريوكارسينوما؟ فيزيكولار مول بنسبه 50، ابورشن بنسبه 25، نورمال ديليفري بنسبه 25. كده ما بقاش حاجه لمين؟ الاكتوب. مين اخطر، ابورشن ولا ديليفري؟ احنا قلنا الديليفري عشان حجم البلاسينتا ايه؟ كبير. يبقى الكوريوكارسينوما اخطر. يبقى اذا جت لي بعد ولاده تبقى اخطر. نرجع بقى ايه الاربع اربعات اللي احنا قلنا عليهم اذا لقيتهم قالوا عليهم هاي ريسك. ايه بقى الاربع اربعات اللي بيقولوا عليهم هاي ريسك؟ ان فولوينج اني بريجننسي فول تيرم اللي هو كام اسبوع؟ 40. احنا قلنا عشان حجم البلاسينتا ايه؟ كبير. الحاجه الثانيه الديوريشن بتاع المرض لازم يعدي كام شهر؟ ليه اشمعنى 14؟ لو كده بيبقى هاي ريسك. اعرفه منين؟ من اخر ولاده، من اخر صق، اقول انت بقالك قد ايه والده؟ اذا زاد عن اربعه يبقى هاي ريسك. اتش سي جي يعدي كام؟ الاربعه الثالثه. اكتر من 40,000 ملي انترناشونال بير ملي. امال راح لحتتين مش اربعه اللي هو مين؟ الليفر والبرين. لان اللنج ده لازم يروح يبقى الليفر اند برين. جينا بعد كده فيلد سنجل ايجنت كيموثيرابي يعني اديتها ميثوتريكسيت وما استجابتش يبقى ده مين؟ هاي ريسك. يبقى امتى اقول هاي ريسك؟ اربع اربعات. اول اربعه كانت فولوينج فولتر، ثاني اربعه ديوريشن اكتر من اربع اشهر، ثلاث اربع الاتش سي جي اكتر من 40,000 ودى الحتتين ايه هما؟ للليفر والبرين. ما تنساش ان هو اخر حاجه فيلد سنجل ايجنت كيمو ثيرابي. طلع ان هنا ما فيش ستيجنج، في ايه؟ كلاسيفيكيشن اهي بروجنوستيك كلاسيفيكيشن. شوفوا طلع ان انا بقسم الكوليوكارسينوما حاجتين، نون ميتاستاتيك يعني قاعد جوه مين؟ اليوترس، وميتاستاتيك. والميتاستاتيك نوعين، جود ايه؟ بروجنوزز وباد بروجنوز. قلنا امتى اقول جود؟ مفيش حاجه من الخمسه اللي انا قلتهم. امال امتى اقول باد؟ حاجه من الخمسه او اكتر من اللي انا قلته. امتى اقول له ريسك؟ نون ميتاستاتيك وميتاستاتيك ويز جود بروجنوز. امتى اقول هاي ريسك؟ ميتاستاتيك ويز باد بروجنوز. يعني اذا لقيت ريسك فاكتورز تعتبر ايه؟ هاي ريسك. اما اذا ما لقيتش ولا حاجه او نون ميتاستاتيك يبقى اسمه ايه؟ لو ريسك. ده اسمه بروجنوستيك كلاسيفيكيشن، اعالج واخلص. علاج الكوريوكارسينوما، اخد كلاسيفيكيشن والعلاج، هقسمها حاجتين لو ريسك وايه؟ مين اللو ريسك؟ نون ميتاستاتيك او ميتاستاتيك ويز جود بروجنوز. مين من هم الهاي ريسك؟ ميتاستاتيك ويز باد بروجنوز. طيب اللو ريسك سنجل ايجنت كيموثيرابي اسمه ميثوكسيد او كاليومايسين دي استجابت لي، افتكر اعمل ايه؟ حصل ريسبونس هكمل، ما حصلش هقلبها ايه؟ هاي ريسك. قال لك اذا كان حصل ريسبونس هكمل لغايه ما الاتش سي جي يوصل كام؟ اقل من خمسه اللي هو اندتكتد. بس حد كام كورس كمان؟ ثلاثه اضمن ان حصل كونسوليديشن. امال اذا كان نو ريسبونس يبقى بقت هاي ريسك. حد بقى مش ميثوتريكسيد بس، حد اللي هو ايما، ايه اختصار كلمه ايما؟ اي ايتوبسايد اسمه الدواء الاعمى ام ميثوتريكسيد اي اكتاينومايسين دي. حد الثلاثي عندي احتمالين لا ريسبونس لا حصل ريسبونس ما نفس الكلام. طب نو ريسبونس يبقى دي هتحديها ريديو ايه؟ السؤال بقى هنا
امتى اعمل تا توتال ابدونال ستريفتم؟ اذا كانت العيانة اولد ايج ومش عايز عيال نشيله ونخلص. نيجي بعد كده على باثولوجي. كان في انواع من الكوريوكارسينوما اهي الرسمه دي، كنا قلنا اهم نوع ده عشان سؤال شفوي اسمه انتراميورال، يعني جوه الغول، لا في سيمتوم ولا اذا كان حتى هلاقي حاجه بس الاقي اتش سي جي. عشان كده بيقول لي عشان تحلف الكوريوكارسينوما تاخد بايوبسي، لا اقيس مين. يبقى الاونلي تيومر كان بي دايجنوز او كونفيرم نوت باي بايوبسي هو كوريوكارسينوما. بيطلع اتش سي جي بكميات فظيعه، يروح الاوفرز يعمل كياس لونهم ازرق، ها فكان بلو اللي اسمهم ثيكاليوتين سيست. طب او يكون سايتو في ايه سكند؟ ايه الفرق بين فيزيكول هرمون وكوريوكارسينوما؟ هل وجود الدم تحت الميكروسكوب هو عدم وجود مينو الفيلاس؟ اذا الفيلاي فضلت وعملت عنب يبقى مين؟ فيزيكول هرمون. اذا ابسنت يبقى كوريوكارسينوما. يبقى ازاي تفرق بين الاثنين تحت الميكروسكوب؟ نون فيلاس باتن او ابسنت فيلاس باتن. الكومن سميثو سبريد صعبه طبعا، بلاد كان بتودي اربع اشكال خدناها، بتودي اللنج، طلع ان هو كانون بول شبه مين؟ قنبله مدفع امال دي، ها ميلياري شادو وده بلورال افيوجن ودي بالمونري انف. شكل امراض بطنه يعني ده زي الخراج، ده زي تي بي، ده زي البلورال بلوريس يعني، ده زي الايه الامبوليزم. يبقى ده بالنسبه لاربع اشكال. عشان كده لازم اعمل تشيست ايه اكس راي كلينيكال بيكتشر. كان دم من تحت وده الحصه كلها دم. ايه الدم اللي من تحت؟ بيرسيستنت يوتراين بليدنج بعد ايفنت اوف بريجنسي. يعني اقعد تقول لك انا والده ولسه بنزف، افكر في مين؟ كوريوكارسينوما. انا مسقطه ولسه بنزف، يبقى افكر في كوريو او بتكح دم. ليه؟ لانج ميتاسس تعتبر ده كومن سايت اوف ميتاسس. عشان كده سمينا الموضوع ده بيرسيستنت تروفوبلاستيك تيومر. طيب هاو تو سكرين؟ احنا قلنا ده ديزيز اوف سيمبتومز سكريننج، هشوف الايفنت اوف بريجنس واعمل فولو اب. يعني فيزيكولار مول اتابع بالايه؟ اتش سي جي. امتى احلف اتش سي جي ولا دي ان سي؟ اتش سي جي. واعمل ليه تشيس اكس راي عشان اعرف الايه؟ ميتاس. كان اهم كانسر اللي هو الستيجنج بتاع كانسر فالفا، قلنا ده اهم حاجه تذاكرها ستيجنج اوف كانسر فالفا، فكركم بيه ده اللي بيجي ام سي كيو. طلع ستيج زيرو كان في اي ان اللي هو ده كلينيكال اللي تحت. ستيج 1 ليميتد لمين؟ للفالفا. ستيج 2 برضه ليميتد للفالفا. فاكرها؟ امال 3 ثلاث فتحات بتبقى كده 3 ثلاث فتحات و4 ايه؟ يوريان بلادر وليكتم بي ديستنس. طيب ستيج 1 قلنا ليميتد لمين؟ بس اقل او يساوي 2 سنتيمتر. امال ستيج 2 اكتر من 2 سنتيمتر. امال ايه الثلاث فتحات اللي بيروح لهم؟ قدام يوريترا، فوق فاجينا، ورا انس. امال ايه وبي؟ ها يوريان بلادر وليكتم وبي ديستنس ميتاز. الليمف نود كنا خدنا خط كده قلت لك اول اثنين ما معهمش الليمف نود افكشن اللي هو 1 و2. امتى يبتدي له الليمف نود افكشن؟ في الثلاث فتحات بلس اور ماينس يونيلاترال. امال ايه؟ بلس اور ماينس باي لاترال. يعني اذا جاب لي باي لاترال الليمف نود افكشن سيش كام؟ 4 اي يعني ممكن لوحدها. اما اذا قال لي يونيلاترال هيبقى ايه؟ ستيج ها 3. طبعا الكومن سميثور سبريد ان كانسر فالفا كان ايه؟ ليمفاتيك. والبيست لاين اوف تريتمنت اوف كانسر فالفا از سيرجيكال. ده عامل زي مين؟ كانسر اندوميتريوم. هتركز معايا كده هخلصهم بسرعه كده بالظبط 10 دقايق، حاول على الرسمه كده هخلصهم. طبعا بنعمل ريفريشمنت على اساس ايه؟ انا اروح اقراه بقى واخلصه. تعالى بقى نشوف كانسر سيرفيس، كانسر اندوميتريوم، كانسر اوفر. البيست لاين اوف تريتمنت هنا از راديو، هنا سيرجي، هنا الثلاثي، هنا كيمو. امال هنا ايه؟ سيرجي. جينا للانستنس كنا خدنا الفيرست كومن مين؟ اندوميتريوم. السكند سيرفيس. الثيرد مصيبه بموت من انتستاينال اوبستراكشن. الفورث ده كام في الميه؟ 8. ده بيحصل في الفار ايست اللي هو الايه؟ الفلبين والصين. نيجي بعد كده على الايتيولوجي ريسك فاكتورز. كنا قلنا هنا الكومن ريسك فاكتور از هيومن بابيلوما فيروس رقم 16 18 30 33 45. امال هنا برولونجد ان اوبوز ايش؟ الحالات اللي في المنهج فيها برولونجد ان اوبوز ايش؟ كرونيك ان اوفيليشن، كرونيك ليفر ديزيز، ديليد مينيبوز، اي ار تي وزاوت بروجستيرون، استروجين بروديوسنج اوفاريان تيومر. جينا هنا قلنا كومن ريسك فاكتور از ايج وده مش مهم. فاميلي هيستوري بيورث بثلاث طرق، سايت سبيسيفيك، كانسر بريست اوفاريان، كانسر بريست اوفري سيندروم، اخر حاجه اللي هي كانسر فاميلي سيندروم. مين الكومنز؟ بريست اوفريان كانسر سيندروم.
جينا بعد كده على البري كانسرز. هنا مفيش. هنا اذا قال لي بري كانسرز اشرح اثنين مين ومين. سي اي ان وهيومن بابلوما. كان في هنا خليه شهيره قوي هناخدها في الانفكشن اسمها كويلوسايت. كان ايريجولار ديب للسيل نيوكليس فاكيوليتد سيتوبلازم اسمها كويلوسايت ويتش از باثوجنو مونيت. قال لي بري انفيزيف هشرح مين بس. سي اي ان. جينا هنا الهايبر بليزيا كان ثلاث انواع سيمبل او كومبلكس سيستيك او ادينومس. قلنا دي تحت الميكروسكوب سويس تشيز دي كانت ايه باك تو باك. مين بتقلب 1% السيمبل؟ مين بتقلب 3% كومبلكس؟ الاتيبيكال سيمبل بتقلب كام؟ 8. الاتيبيكال كومبلكس 29% قلنا علاجها از ايه استراكت. جينا بعد كده على الماكروسكوبيك وميكروسكوبيك. كان في سؤال كانسر سيرفكس في الايكتو كام؟ 80 وفي الاندو 20. يبقى اكيد اما طلع ادينوكارسوما تطلع 20 طلعت اقل من 15. السكويماس اكتر من 80. امتى سكويماس تطلع من كولومنر؟ سكويماس ميتافيز. امتى كولومنر يطلع من سكويماس؟ ايروجن او جارتنر سيست. دكتورة مهجة بتحب السؤال ده؟ جينا هنا تحب تموتي من كانسر اندوميتريوم ولا كانسر سيرفكس؟ اندوميتريوم طبعا فوق سن 60 بوست مينيبوزال بليد. اخر حاجه سيرفيس رايد. ايه الانواع بتاعه الاندوميتريال كارسينوما هيستولوجيكالي؟ نحاول نفتكرهم. ذا كومنست ادينوكارسينوما انيرس سكويماس كارسينوما البيست ادينو كارسينوما الورس ادينو سكويماس كارسينوما. كان في اربع انواع من ادينو كارسينوما في رسمه سيرس سيكريتوري ميوسينس كريسل. مين اخطرهم؟ سيرس وكريسل. هاخد فيها لينفينود بايوبس. جينا بعد كده على الكومنست ميثود سبريد ان كانسر سيرفكس از نفر. كومنست ميثود سبريد ان كانسر الاندوميتريوم از دايركت اوفري مصيبه بريتونيال. دلوقتي انهي جروب اوف بارا اورتيك لينفود ابر. جينا بعد كده ده بلاد سبريد ده برضو لينفاتيك سبريد. جينا بعد كده على الاستيجنج. قلنا مين فيهم كلينيكال ستيجنج سيرفكس وفالفا. مين فيهم سيرجيكال ستيجنج اندوميتريوم و اوفري. نحاول نفتكر كده الكلينيكال كان. مش هطلع بقى الرسومات. ستيج 0 كان سي اي ان 1 ليميتد تو ذا سيرفكس 2A جزء من الفاجينا 2B جزء من البارامتريوم 3A كل الفاجينا 3B كل البارامتريوم 4A يعني بلاد ريكتم و بي ديستا. ستيج 1 كان بيتقسم 1A مايكرو 1B ماكرو. A1 اقل او يساوي 3 ملم ديبث اقل سوري من 3 ملم ديبث. امال امال السويتس اقل او يساوي 7 ملم ويت. امال ايه 2 اكتر من 3 ل 5 واقل او يساوي 7 ملم. امال بي بي 1 اقل او يساوي 4 سم بي 2 اكتر من 4 سم. قلنا العلاج من اول ستيج كام كيمو راديشن 2 بي يبقى كله من تحت. طب ستيج 1 اي 1 اعمل فيه اذا كان الصغيره كولونيزيشن اذا كان كبيره توتال ادورز بلس اور ماينس باي لاترال سالبنج وراها اسمها مراه. جينا بعد كده في التايم في بقيه الاستيج عشان اخد الانفلود ايه نيجي اللي بعدها كانسر اندوميتريا من الستيج. حاول تفتكروا ستيج 1 كان في البودي نزل على سيرفك ساب الاثنين 4 خرج اي وبي بلاد ريكتام وبي ديسنت ميتاس 1 اي خد ايه؟ ما خرمش او خرم اقل من نص. امال اذا خرم نص او اكتر يبقى اسمه بي ودي فيها الانفلود افكشن 2. قلنا 2 ما تنساش ان هو خد مين؟ الاستروما. امال 3 كلمه ساب اس زيروزال انفولد ايه؟ ادنكسال ميتاس بي بوست بريتونيال ووش فور نارينس بي ان باراميتر ما تنساش هنا سي 1 بلفك سي 2 بار اورد. قلنا كل واحد بتقسم جريد 1 و2 و3. امتى اعمل في ستيج 1 راديو ثيرابي اذا كانت ان فيت؟ طب اذا كانت فيت تهبس ولازم اشيل اوفر عشان يكون افكتد منين؟ من جوه. قلنا هشيل واخد الفرونت بايوبسي في اربع حالات. ايه هما؟ 1 بي جريد 3 سيرس وكلير. امتى اعمل راديو؟ كمان اذا طلع لينف نود ايه؟ بوست فورماليشن. امال 2 فير تايم وكيمو راديشن. امال 3 و4 ثلاثي اللي هما ايه؟ ريديوثيرابي كيموثيرابي سيرج بس كله عباره عن باليت. جينا بعد كده على الكانسر المصيبه كانسر اوفري بدون ما اجيبه ستيج 1 كان في الاوفري راح على بلفس راح على ابدو من بعد كده ديس 1 اي 1 اوفري ويز نو مالينجنسي ان اسايتس مالينجنسي ان سايتولوجي ولا كمان رابشر كبسول بي بوث اوفريز ويز نو. امال سي 1 فرقه
انتر اوبريتور امال 2 اللي هو 2 فرقه قبل العمليه امال 3 لقيت مالينجنال سيلز في الاسايتس او في السيتولوجي جينا ال2 خد اليوترس يبقى 2A بره اليوترس يبقى 2B امال 3A1 خد الليمف نود وقلت لك اقل او يساوي 10 ملم اي او اكتر من 10 ملم يبقى 2 اي امال A2 مايكروسكوبيك امبلانت بلس اور ماينس الفلود افيش امال B ماكروسكوبيك اقل او يساوي 2 سم بلس اور ماينس الفلود افيش امال 3 سي اللي هو سي اللي هو خد ماكروسكوبيك اكتر من 2 سم بلس اور ماينس الفلود ايه افيش 4A بلورال افيوجن بوزيتيف فور مالينجنس B بانك امال سوبرفيشال ان ستيج 3 قلت لك هنا الستيجنج ده 1A جريد 1 سيرجي اونلي من اوله لغايه الاخر يبقى ايه سيرج ريديوثيرابي كيموثيرابي ممكن نجيبها ونشيل البيانات كنا قلنا 1A جريد 1 بنعمل ايه صغيره واعمل فول اب امال كبيره تهبس هنا هعلى هعمل ايه اومنتكتوم ابندكتوم في بطنها فوسفورس ودي كيمو هنا هشيل البريتون لازماتيكال اوفريكتوم واعمل اكسترنال ودي كيمو هنا دي بالكينج او سايتو ريدكتيف ودي اكسترنال ودي كيمو وهتنسوا ان شاء الله ان شاء الله اللي بعده بيناين اوفيريان تيومر اذا كانت يانج هعمل اوفيريان سيستكتوم اذا كان حجمه صغير اذا كان كبير هعمل اوفيريان طب اذا كانت اولد اعمل تهبس نعم لا لا في التايم بس والتايم نرجع بقى بعد كده على الدايجنوزز قبل الدايجنوزز الكومن سميث وسبريت ديس في كل واحد كانسر سيرفيس بيموت من يورين كانسر اندوميتريوم بيموت من بريتونايتس كانسر اوفر بيموت من سان اوبستراكشن والفالفا كان بيموت من بليدنج اللي هو الهيمرج جينا بعد كده على تي ار اتش اي بي ام حد يقولهم لي تي تورشن ار رابتشر اتش هيمرج 3 اي انفكشن انكارسريشن وي انسان اوبستراكشن بي بريشر بريجننسي ام بيناين مالجنت والمالجنت تقول ايه ميتاس نيجي هنا نمشي كده هنا الايرلي سيمتوم از كونت هنا الايرلي سيمتوم از بوست من الوزن هنا الايرلي سيمتوم از 3 ديز اللي هم ديسبيبسيا ديسكمفورت ديستنشن جينا هنا قلنا يورينيا رينال فيلر هنا قدامها ايه بريست هنا رسمه قلنا كل حاجه هتتقال فيها الليفر والكيدني والبايوميتر هنا عشان مين كيدني هنا كان في كلارك سايل هل باثوجنومونيك طيب امتى اليوترس هنا يبقى صغير بوست مينوبوزال امتى يبقى كبير فايبرويد ساركوما او بايوميترا جينا بعد كده على السكرين كان ثلاثه هشرحهم اللي هما سمير كولبوسكوبي اندو سيرفايكال كريت امال هنا سايتولوجي اقل من 50% اكوسي مهبل اندوميترال بايوبسي بالبايبل برده مش كويسه استروسكوبي برده مش كويسه امال ايه احلى حاجه ترانسفاجينال الترا ساوند اكتر من كام ملي اقول العينه ديت هايبر بلاستيك 5 اكتر من كام ملي اقول كارسينوما 10 واذا لقيت نيو فاسكولاريزيشن وادي البروجستيرون وروح موقف اذا حصل بليدنج يبقى هاي ريسك ازاي احلف فراكشنال كريدت بس احط هنا كون ايه بايوبسي ايه اهم انفستيجيشن في الكانسر سيرفيس كيدني ايه اهم انفستيجيشن في كانسر اندوميتريوم بلاد اهم انفستيجيشن في كانسر اوفري اي في بي امال في الكوريوكارسينوما قلنا تشيست نيجي بقى بعد كده على كانسر اوفري احاول افتكر كده كومن سيمتوم از ذا بيناين اسيمتوماتيك بليدنج رير كاشيكسيا رير ديسشارج انلارجمنت مي بي ذا فيرست برزنتيشن بين وانس بين وانس مالينجنس البي بريشر 3 ديز لوما ديسبيبسيا ديسكمفورت اند ديستنش هاخد البيناين جنرال ناثينج ابدومينال كنا فرقنا بين الفايبرويد وبين اوفيريان تيومر كنا قلنا مين بيتحرك يمين وشمال فايبرويد مين كونتينوس في اليوترس فايبرويد مين سيبريت لوفيريان مين كروس موبيليتي تيست بوزيتيف فايبرويد مين فيهم سيستيك اوفيريان مين فيهم فيرم فايبرويد يبقى دول الفولاد مين فيهم في سوفلي فايبرويد مين فيهم سايلنت اوفيريان جينا بعد كده على الايه الداتا سجستيف اوف مالينجنس نخلصها مره واحده اوف كانسر اوفري كنا قلنا بحرف الايه H extreme B بتكبر بسرعة C كشكس even small 3 D's dyspepsia discomfort distension 3 P's pain post menopausal و pyrex جينا الكشكس قلنا unilateral اللي هو اللي بديه امال هنا bilateral جينا على abdominal inspection بودورانج abdominal هلاقي bilateral او وهلاقي solid او heterogeneous وفيكسد
اخر حاجه واسايتس، اخر حاجه بوسفات بي بايلاترال او ايديما او ضغط اس سوليد او اتروجنس اف فيكس تي تندر ان نديوز ان دوغلاس بارك. هاو تو سكرين عناوين انيوال باي مانيوال اكزامينشن جولد ستاندرد از الترا ساوند، ما ينفعش لابروسكوب سومار ماركر بركه 1 وبركه 2، وما تنساش في الاخر سايتولوجيكال اتلغت. ات لابروتومي كان بالالفابيتيكال ايه اسايتس ايه ادهيجنز بي بايلاترال سي كونسيستنسي سوليد او هيتروجينس امال دي دوغلاس باوش نديوز اي اللارج بارا اورتيك نوز اف فانجيشن ثرو ذا كبسول جي جريد فيسل اون ذا سيرفيس اتش ان اي انفلتريشن اوف جات ان ليفر. ابر اندوسكوبي بعمله امتى؟ اذا لقيت في الباريا ميل ايه فيلينج ذا فير. امتى اعمل كولونوسكوبي وسيجمويدوسكوبي بروكتوسكوبي؟ اذا لقيت في الباريا انيما فيلينج ذا فير. ايه اهم انفيستيجيشن اي في بي خايف على اليوريكر؟ جينا على كوليوكارسينوما، كنا قلنا ان الكوليوكارسينوما بتحصل في الفار ايست. الاربع اربعات اللي بيخلوها هاي ريسك ان فول تيرم بريجننسي اكتر من 4 اشهر، الاتش سي جي اكتر من 40,000، بيودي لمين ومين؟ ليفر و برين. بعد كده قلنا ان فيلد سنجل ايجنت كيموثيرابي. حد يقول لي ايه الايفنتس اوف بريجننسي اللي بتحصل قبليها؟ 50% فيزيكال هرمون، 25% ابورشن، 25% نورمال دي اخطرهم. فيري رير اكتوبيك. جينا بعد كده على اهم نوع اسمه انتراميورال، وقلت لك الانتراميورال ده صعب اكتشافه غير بالاتش سي جي. كان بيودي للاوفر سكندرز او ثيكال يوتنسيس. ازاي افرق بينه وبين الفيزيكال هرمون؟ افيلاس باترن. جينا بعد كده على كومن سبيسول بيت از اربع اشكال زي البطنه. كان اول شكل كانون ميليار شادو بلورال افيوجن انفاركشن. جينا بعد كده على البروجنوستيك كلاسيكيشن، مين هم اللو ريسك اللي هي نون ميتاستاتيك او ميتاستاتيك ويز جود بروجنوز، مين هم الهاي ريسك؟ ميتاستاتيك ويز بيت اللي هم فيهم اربع اربعات وفيل سنجل ايجنت كيموثيرابي. علاجها كنا قلنا اللو ريسك بدي ميثوتريكسيد او اكتانوماسين، دي جاب نتيجه. اتابع لغايه اقل من 5، اكرر كام كورس؟ 3 تو انشور ايه كونسوليديشن. امال اذا كانت فيل يبقى اقلبها ايه؟ هاي ريسك. والهاي ريسك بدي ايه؟ مان ايتوبسايد ميثوتريكسيد اكتانوماسين دي استجابت بكمل، ما استجابتش بدي ريديو ثيرابي. امتى اعمل تاه؟ اذا كانت العيانه ديت اولد ايج نو ديزاير فور بريجننسي. جينا بعد كده على السيمتوم بتاعتها، دم من تحت ودم من فوق. دم من تحت ريزيستنت بليدنج افتر ايفن بريجننسي، دم من فوق هيموفسس. جينا بعد كده على جنرال مش مهمه ولا ساينس انفستيجيشن، اشوف الايفن كونفيرميشن اتش سي جي ده الاونلي تيومر ما بعملوش دايجنوز باي بايوبسي. وجيت بعد كده على التشيست عشان اشوف اللنج ايه سكن. ستيجنج اوف كانسر فالفا ستيج 0 كان في اي ان 1 ليمتد الفالفا 2 برضه ليمتد الفالفا بس هنا اقل او يساوي 2 سنتي، هنا اكتر من 3 فتحات اللي هما يوريثرا فاجينا انس فور ايه يوريال بلادر ريكتم وبي ديسم. امتى اقول نو لينفينود افكشن؟ ستيج 1 و 2. امتى اقول يونيلاترال احتمال؟ ستيج 3. امتى اقول بايلاترال؟ 4 ايه ديستن ده مش جنبه حاجه، 4 ايه هو اللي معاه بايلاترال لينفينود افكشن. ان شاء الله هيبقى الحصه اللي بكره هتبقى احنا عايزين ناخد اللي هي الحصه الثانيه بتاعت الاناتومي والجزء بتاع الكتاب الصغير عشان نخلص منها، ويبقى كده خلاص يبقى يوم او يوم لا. ان شاء الله هناخد نورمال ليبر مال برزنتيشن، هناخدها يوم الاربعاء. النورمال ليبر مال برزنتيشن بالفيديوهات بتاعتها كامله تكون قاريها قبل ما تيجي يوم الاربعاء. في امتحان يوم الاربعاء في الانكولوجي، ها في امتحان يوم الاربعاء في الانكولوجي. بالنسبه للكيسز والام سي كيو موجود في المكتبه تحت.